أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم الذين يقيمون الصلاة ومما الذين يقيمون الصلاة يُنفِقُونَ
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله كانت هذه التلاوة المباركة تلا على مسمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حماد الشامي القارئ الشهير بجمهورية مصر العربية والمقيم والمعروف بزاوية فريد وكل من حضر في الأعزاء كان سعيد مشكور.